بكم البنات، مرحبا بكم في قناتكم، قناة لندا ديزاد شمس الحياة. ماذا بكم تخليوا لي لايك ونطلب منكم انكم تتابعوا الفيديو فضلا وليس امرا. واش رايتكم المحتوى لكم جديد اشتركوا، عملوا جرس، دقوا على الجرس حتى يلحقكم ويصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. وبهذا بيسر اكيد راح تكونوا من المنتمين يعني تنضموا لقائمة الاصدقاء يعني المشتركين يعني دي زابوني دي فلوير. فوالا، وما تنسوناش البصمه دائما لي لايك، اطلب والح واشدد بيان سور جو فو دوموند اكيد اصلا فضلا وليس امرا. يلا ندخلوا في السوجي نتاع اليوم. وي دونك الموضوع نتاعنا او لو سوجي نتاعنا، ها راكم تسمعوا، انا بديت نهضر، بديت في الموضوع وبداو الجيران يديروا في ترافو كوم باغ ازار. جو سوي فريمون ديزولي. Vous entendez, vous entendez, subhanallah. Voilà, le chat qui miaule, il garde qu'à la base, bien qu'il y a fait. بين له ياكل وشرب شارب وكلا وكل شيء. جيت باش نبدا الموضوع او القط، ها اسمعوا القط الجيران حبسوا تخافوا، ناض القط منا ياوي ميول. دونك الدنيا هانيه، القط ماهوش ميولي بحال الجيران حبسوا لي تخافوا، واش راح ما يعاودوش يولوا. دونك نعاود نولو للسوجي نتاعنا. الوغ دونك حبيت نهضر لكم على الناس، لا ديفيرونس يعني يفرقوا، نشوفوا على المجتمع العربي كيفاش يعني يقيم، يعطي قيمه كبيره للاغنياء او للناس اللي لاباس بهم، الناس اللي عندهم دراهم، الناس اللي واصلين باغ اكزومبل، عندهم فيلا، عندهم لي فواتور، عندهم مشاريع، عندهم باغ اكزومبل الحوانت، المهم ناس اللي بخيرهم كما حنا نقولوا ماديا، يعني ماديا يعني لاباس بهم وما يقيموش، يعني الناس يعني المجتمع تاعنا العربي ما يقيموش وما يحسبوش وما يكالكلوش يعني ما يعنوش الناس البسطاء، الناس الزواولة، الناس يعني نقدروا نقولوا فقراء، يعني الناس اللي مش يقدروا ما يكونوش فقراء، بصح يقدروا يكونوا زعما اونفاتيغ زواولا، ناس ما يعني قصهم قص روحهم، انسان يعني عادي متوسط الدخل، يعني شهر اب يعني مولا عايله وعنده وليدات، وما يقيموا زعما هذاك السيد زعما اللي انسان يعني الانسان اللي عنده فقط ما عنده غير ربما سيارة بسيطة جدا وتكون يعني قديمة انفاتيغ، ماشي واصلة واحد لاني قديمة زعما، وعنده واحد الدار قيسو قيسو وليداتو مرتو زعما، وما يقيموهمش ويقيمو هذوك الناس اللي عندهم والاخر. وعلاش الفرق هذا؟ ها ما عليناش نزيدو نصبرو لي تخافو تاع الجيران، شحال ساعة؟ جيبولي الشيخ راهي 7:05 إلي 19:05. مي سي سامدي اليوم، السبت اليوم، الويكند اليوم، الويكند مي نورمالمون ا 7:06 اون با دووا، باسكو دوكا نورمالمون يا سارتان اور كاين واحد الوقت معين لي يسون اوتوريزي افير دي ترافو، كاين اوقات لي لا لا. دونك نورمالمون دوكا ما عندهمش لو دووا باش يديرو لي ترافو. ها يا والله يهديكم خير الوقت، ما عليناش نخلي حتى يكملوا تروح نحس من بعد نعاود نولي نكمل. فوالا ديزولي بور لو بروي، جو ميكسكوز، سمحوا لي على الصوت المزعج. دونك كيما قلت لكم، وعلاش المجتمع العربي نتاعنا يعطي قيمه للمرفه كما حنا نقولوا، ويعني يعطي قيمه يكبر يعني بالانسان الناس الاغنياء. وما يقيموش الناس البسطاء اللي قيسهم قيس روحهم، يعني اللي علاش لماذا؟ دوك نقول لكم لماذا، دوك نقول لكم الجواب، لانه ببساطه عفوا انه الناس فقراء، يعني فقراء يعني الافكار نتاعهم ضعيفه بزاف،
للأسف الشديد أن الشخصيات أيضا ضعيفة. لماذا؟ لأن الناس يعني البعض أنه يتبعوا المادة، يعني كما العيار، إلا شتو العيار ياتيغ ياتيري غير دونك فوالا. والناس هذوك اللي يقيموا الغني شغل يستعرفوا به، شغل زعما دار في حياته، شغل الى دوني الى بروفي، زعما برهن في حياته باللي وصل، باللي حاجه، باللي كوم كوا فوالا كيلكو شوز سوا ديزون اونتر غيمي. وعلاش ما يقيموش هذاك اللي فقير ولا متوسط الدخل، يعني الشهريه عنده غير شهريه، عايش يعني انسان بسيط زوالي كيما حنا نقولوها، على خاطرش يقول لك هذاك الانسان يقولوا ماشي عايش، يقولوا مسكين، يقولوا عليه هو مسكين اللي ما عندوش، يقولوا عليه يشكي بزاف، يقولوا باغ اكزومبل هذاك الانسان طماع فينا، هذاك اللي مسكين اللي ما عندوش يقولوا عليه طماع فيهم، يعني ولا اللي عنده دراهم يقولوا عنده بخير ولا بس عليه، واللي ما عندوش يقولوا طماع، يقولوا يشتكي، يقولوا من الهم ما يخرج، يقولوا ويقولوا ثاني حليله، خاصة في الأعراس ولو يحشموا باش يعرضوا امرأة بسيطة أو زوالية للعرس، ويختاروا وأيضا يفضلوا يعرضوا ناس يعني من الطبقة يعني البرشوازية، من الطبقة يعني من الناس يكونوا أغنياء، يعني ناس اللي يكونوا عندهم اللي يقدر له، يعني يختاروا أنهم يعرضوهم ويديروا لهم تابي غوج، وثان يقدروهم ويقيموهم ويديروا لهم الوجه ويكبروا بيهم ويحطوا لهم غير واحد ريزيرفي بلاس، يعني في العراس، يعني في لي سال، يعني اون بلاس ريزيرفي، ويعني وثاني كبروا بهم شغل لو ديو، شغل ربي، استغفر الله يا ربي. واكيد الزواليه مسكين او المراه البسيطه مسكينه تلقايها هي الاخره كامل في واحد الطابله، ربما قادرين يقولوا لها نوضي، ولا في العرس ولا في لاصال قادرين يقولوا لها، ينوضوها من بلاصتها ويقولوا لها يا فلانه ولا يا مخلوقه نوضي وبدلي البلاصه وروحي من جهه من هيه، كاغ هذه الطابله الي ريزيرفي، وما فو بوفي با سونتير هذيك زعما الاحساس نتاعها، الاحباط نتاعها، ويعني الحشمه نتاعها والنقص اللي تحسو، ويعني من جهه هذيك يعني يحسو تحس بهذاك الاختلاف وهذاك الفرق، وتروح مسكينه مطأطأة راسها محبطاتو مسكينه، وتروح تبدل هذيك بلاصه باش تقعد في بلاصه اللي هي على سوا ديزون على حسب عقليتهم النيفو تاعهم، اوكي زعما هذيك البلاصه توالمها وماشي هذيك البلاصه. فهموني نفهم، ما فهمتش ولا فهمتو ولا غير جيت فهمت خير، راكم معايا؟ هذه حقيقة يعني صراحة نشوفوا يعني لا ديفيرونس أو الفرق، يعني الناس اللي تبعوا المظاهر، الناس اللي صحاب المادة، يعني الناس اللي ماتيرياليست، الناس اللي ما يشوفوش واش عندك هنا في لا جوجوت، ما يشوفوش انتيا شخصيتك كيفاش دايرة، النيفو تاعك، يعني يشوفوا على حساب المظهر نتاع الإنسان، لابارونس نتاعو، يشوفوا على حساب واش عنده، وما يشوفوش على حساب واش عنده هنا ولا هنا. مهم، ففي كثير من الاحيان نشوفوا انه لما واحد مرفه، يعني واحد غني، يعني طبقه برشوازيه، يروح عند ناس يعني لاباس بهم كذلك او نورمال، فيحطوا له يقيموه، يعني سلام وعاودو وشراك لاباس، سته نتاع البوسان 12 تاع البوسان وشراكي، والثاني قول لاباس، وتعاود تعنق وتعاود تطلق وتعاود تعنق وشراك ولاباس، ادخلي صباطك والله ما تنحيه، ادخلي فوالا دونك. والصحون يعني في القهوه، يعني السيرفيس انا ويحطوا لهم هذاك سيرفيس دو تابل، يعني يحطوا لهم البقراج، يحطوا لهم الكيسان، يحطوا لهم السنيوه والكاطو، ما اشهى وما الذ، يعني يفتخروا بهم ويكبروا بهم. علاش؟ باسكو عندهم هادو، ثاني يقيموهم، ثاني يعرفوا فاش يهضروا معاهم، ويخافوا يغلطوا ولا يزلقوا، ولا الهضره غير تمام تمام قد قد، والهضره كل واحد يعص روحو كش ما يغلط ولا يولي تبهديله. اتونسيون سي دي جون. اما باغ اكزومبل لو كان يجو عند هم ناس، باغ اكزومبل لو كان ناس سواء اغنياء او لابس بهم ولا بساطه، يجي عندهم واحد يعني مسكين يكون زوالي ولا بسيط،
قلت لكم انه يجبدوا له ربما سيرفيس، ربما تاع القهوه يجبدوه له القديم كامل مصديم مكسر، ربما يسون فوت كومبليتوم، علاش يقول لك باللي هو في داره، على واش عنده، على واش عنده، شغل هذيك هي العقليه. ما حطوش من با الكاطو ربما، ولا تيان نورمال با نو اي فو با. اي موا جو سوي كونتر، انا راني ضد هذا السياسات يعني كيفاش يقادروا الناس، كيفاش لا ديفيرونس، كيفاش الاختلاف. انا بالنسبه لي الناس هذو اللي يتبعوا الماده ناس مختلين عقليا، ناس متخلفين، ناس جاهلين، ناس اللي ماشي واعيين وماشي فاهمين. ان شاء الله تتبدل هذه العقليه والناس تولي تقيم الناس على حسب واش عندهم في عقلهم، على حسب الشخصيه تاعهم، على حسب دونك ناس ان شاء الله ما تبقاش دير ديفيرونس بين المرفه والغني، لانه المرفه قادر يولي فقير والفقير قادر يولي غني. فشنو هو زوالي مسكين؟ زوالي مسكين محقور في المجتمع تاعنا، زوالي مسكين دائما يرجعوه روطاردي، يرجعوه متخلف، دائما ما يعطولوش قيمه، ما يخلوش من با يهدر، يهدروا في بلاستو، دائما يخلوه يحس بهذاك الانفيريوريتي، وهما يحسسوه يعطولو هذيك العمل زعما شغل تاع غير خطينا، غير خلينا شغل نتايا وحنا شغل هكذاك. مي بون سي دوماج، هنا في اوروبا ما كانش هذيك العقليه نتاع عندك تسوى ما عندكش ما تسواش، عندك كل ما عندكش كيما كل اللي عندك تسوى على حساب انت شخصيتك، على حساب اسكوت، على حساب شخصيتك وعلى حساب عقليتك بيان سور. هنا اللي ما عندوش اللي عنده كيف كيف ياكلو، اللي ما عنده اللي ما عندوش كيف كيف يلبسو، اللي ما عندوش واللي عنده كيف كيف يعيشو. دونك الانسانيه سي سا، كل واحد يعامل انسان اخر على حساب التربيه تاعو، على حسب الاخلاق تاعو، سي كوم سا اي سي سا. دونك ان شاء الله تتبدل العقليه هذه في المجتمعات نتاعنا، انهم يحترموا ويقدروا ويكبروا، خاصه ما قلناش يعبدوا الناس اللي عندهم المال اللي هما وسخ الدنيا، وما يعطوش قيمه للناس مساكن زواوله. دونك ان شاء الله تتبدل هذه العقليه. دونك اوني توس باغي كامل الناس، ولا 9 شهور وربي خلقنا بشر، في اخرتها اللي عنده اللي ما عندوش كامل الكفن وكامل اوني توس دي زومان فوالا. دونك فوالا هذه هي وهذا هو. الا عجبكم هذا الفيديو وما بقات غير نقول لكم هذا فيديو تاع صراحه راحه تاع واش راه صار في المجتمعات، يعني الفرق والاختلاف. خليو لي رايكم على الكومونتير، وما تنسوناش بالبصمه واللايك. خليتكم في الامان، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.